السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Welcome back to my channel. اليوم الافلام اللي انا جبت لكم هي مره حلوه وكلها انا من المفضله عندي. حنبدا مع اول فيلم عندنا اليوم اللي هو فيلم It's Alive. الفيلم ده يتكلم عن واحد وزوجته لسه بيستنوا مولودهم الجديد. المولود الجديد جاء في وقت غير اوانه، انولد في وقت مو وقته. كمان لما انولد ما كان بيبي زي باقي البيبيهات، لا كان مولود كبير. طبعا البيبي ما تشوفه وجهه لكن تشوفه اللي هو بيسويه. في يوم ولادة البيبي هذا صار شيء كبير في المستشفى وصارت مأساة ومجزرة لأبعد الحدود بسبب الطفل ده اللي قاعد بينولد. طبعا هتسألوني الأم تدري ولا ما تدري؟ طبعا الأم تدري بس ساكتة لأنه طفلها وما تقدر تبعد عنه، وفي نفس الوقت فين ما حطت الطفل يرجع لها. وفي نفس الوقت اي احد جاه البيت واتريق على شكل الطفل ده اللي احنا لسه ما شفنا شكله في تاني يوم يموت. طيب مين اللي بيقتل الطفل وكيف شكل الطفل وليه الطفل طالع غريب؟ هل هو مشوه؟ شوفوا الشيء ده لما تتابع الفيلم. الفيلم اللي بعد كده برضو من الافلام المميزة عندي واللي كمان ذكرتها في اذاعة جدة، الفيلم اسمه Finders Keepers، بمعنى اخر انه اللي لاقى الشيء خلاص ياخده انه من حقه. ام وبنتها لسه ناقلين جديد المدينة بعد انفصالها من زوجها. طبعا بنتها مرة ما كانت راضية عن الانفصال هذا فدخلت في حالة اكتئاب غريبة. اللي صار انه لما دخلوا البيت الجديد اشتروا البيت رغم ثمنه لكن ما هم عارفين ايش تاريخه. هتعرفوا الاجابة اخر الفيلم لما تكتشفوا انه البنت لاقت عروسة، عروسة جدا سيئة، شكلها جدا سيء، لاقتها هناك في البيت وتعلقت فيها اكتر من العرايس الحلوة الباقي اللي عندها. اكتشفت الام انه ايش ما حتسوي في العروسة حيصير في بنتها، يعني مثلا لو انها خبطت العروسة على يدها بنتها حتخبط على يدها. انه الدكاترة النفسانيين حسبوا انه الام بتضرب بنتها بس الشيء ده ما هي قادرة هي تثبته كيف. عشان كده أنا أنصحكم تشوفوا الفيلم هذا أول حاجة لأنه مرة 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 حلو. الفيلم اللي بعد كده برضو من الأفلام الحلوة اللي نزلت 2018، طبعا كلنا نعرف لعبة Truth or Dare. Truth or Dare بمعنى حقيقة أم تحدي. اللي صار إنه مجموعة أصدقاء راحوا لمكسيكو، اتقابلت واحدة من البنات مع واحد هناك شاب وعرض عليهم وأجبرهم إنهم يروحوا لكنيسة قديمة إنه يسوي زي طاعة أو شيء كده قبل اللي يروحوا من مكسيكو. قالوا تعالوا نلعب لعبة نمرح فيها شوية، والرجال هذا اختار لعبة Truth or Dare. من يوم ما لعبوا اللعبة هذه جاء دوره هو واختار إنه هو يقول الحقيقة، وقال لهم حقيقة جدا مرة وبعدها اختفى. من بعد ما قال لهم الحقيقة المرة هذه الشلة هذه اتفرقت لأنه كل شخص فيها قاعد يموت بطريقة بسبب اللعبة هذه. بمعنى آخر اللعبة بدل ما يلعبوا فيها صارت هي تلعب فيهم. الفيلم اللي بعد كده اسمه فيلم One Missed Call. الفيلم هذا حتلاقوا منه أفلام كتير بنفس الاسم لكن أنا عشان أميز اللي أنا بتكلم عنه حطيت لكم السنة اللي نزل فيها. الفيلم ببساطة عبارة عن مجموعة ناس يجيهم اتصال أو missed call، لما يردوا تجيهم زي رسالة صوتية. الرسالة الصوتية هذه تكون بتاريخ مستقبلي لسه ما جاية، ممكن مثلا يكون بعد يوم بعد يومين، ولما يسمعوا الرسالة الصوتية يسمعوا أصواتهم هم وهم يصرخوا. كيف كده؟ الفيلم هذا صراحة يلحس المخ مرة كتير، يبغاله اللي يشوفه يفهمه من البداية. أنا الناس اللي صراحة ما فهمته كتير لكن أحب الأشياء اللي شوية معقدة عشان أقدر أركز فيها وما أمل منها. وآخر فيلم عندنا اليوم أنا سبته آخر شيء كده آخر شيء عشان أفهمكم إياه، عشان أنا متأكدة بعضكم لو شاف الفيلم حيمل منه من أول مشهد. الفيلم اسمه Unfriended. طبعاً في ناس تعرف الاسم هذا لأنه في منه جزء نزل في 2018 لكن لسه ما نزل في الأونلاين. Unfriended زي Unfollow زي إلغاء الصداقة. Unfriended عموماً كل الفيلم مشهد شاشة كمبيوتر بس ما تتغير ابدا. انا من الناس اللي صراحه مره يعني استهزأوا بالفيلم اول ما شفته، لكن لو اعدل لكم كم مره شفت الفيلم ده ما اعرف ليش. القصه ببساطه تتكلم عن واحده بنت اسمها لورا بارنز. لورا بارنز كانت انسانه جدا متنمره في المدرسه على اصدقائها، وكان لها فيديو
مصورين لها فيديو انه هي برا هي واصحابها وصحباتها قاعدين بيقضوا ليله حلوه، وهي قاعده بتستهزئ في واحده من البنات بس ما هي باينه مين هي، لكن قالت اسمها. اللي صار بعد كده اللي صور ورى كمان مشهد تاني للورا، مشهد جدا مو حلو انه هو ينزل في اليوتيوب او يتنشر. لورا جاها تنمر مره كثير في المدرسه لانها كانت مسويه الستار، فبعد اللي صار هذا كله البنت ما تحملت اللي صار فيها. ومعروف هناك من لما قلت لكم على فيلم سايبر بولي انه هناك التنمر سهل جدا. الفيديو كله عباره عن مكالمه جماعيه في السكايب. الشيء اللي انت بتشوفه هو شاشه واحدة من البنات اللي هي تعتبر بطلة القصة اللي هي صاحبة لورا نفسها. اللي بيصير ايش؟ انه بيدخل معاهم شخص غريب، ما هم عارفين مين هم وما هم عارفين يطلعوه وما هم عارفين يسولوه اي شيء. طبعا هذا هكر. الهكر هذا طبعا يعني من الفيلم واضح انه هي مين؟ لورا، لانه هو داخل بحساب لورا. اخر شيء بدأ الهكر هذا يلعب في اجهزتهم ويسوي لهم اشياء إلين ما وصل لأنه يقتل كل شخص فيهم بطريقة ما بسبب الشيء السيء اللي سواه على فيديو لورا. اللي حلو كمان واللي عجبني أكتر في الفيلم أنه أي موقع تشوفوه في الفيلم لو رحت وكتبته حتلاقوه موجود. وكانت هذه عندي الأفلام حقت اليوم، وأنا متأكد أنكم حتنبسطوا فيها كلها. See you.